في زحمة المطر والإعصار والناس اللي بتغرق والناس اللي بتموت، في موضوع كده عدى يمكن الناس كتير ما وقفتش عليه، لكن لابد نتكلم عنه لأن الموضوع ده هنفضل نتكلم عنه طول ما بنطلع ونتكلم، لأنه الأمن القومي لمصر ولأنه النيل شريان الحياة للحضارة المصرية عبر التاريخ. فاكرين عبد الفتاح السيسي الرئيس الدكر اللي لما جه فرس صدره على الناس وطلع وقال أقسم بالله اللي هيقرب لها لاشيله من فوق وش الأرض؟ تعرفش كان بيتكلم عن مصر ولا كان بيتكلم عن انتصار ولا كان بيتكلم عن إيه؟ وبعد ما طلع رئيس وزراء أثيوبيا قبل أيام وعبر واتكلم بصريح العبارة زي ما بنقول، وقال لعبد الفتاح السيسي اخبط دماغك في الحيط، قال له أي حديث أو أي نية للتحرك ضد سد النهضة هنرد بدل المليون بملايين. أما الرئيس الذكر واللي قال لنا اللي هيقرب من مصر هشيله من على وش الأرض، فكانت الصورة دي اللي بيتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مش بس المصرية بل العرب والعالم كله بيتنظر بالجنرال المهزأ اللي بلده معرضة لخطر بسبب جفاف نهر النيل، واللي الراجل ده هددوا قبلها بساعات لو اتكلمت او فتحت بقك هاجي اشيلك من على وش الارض، وفي الاخر يقابله في روسيا يقعد ابي احمد يحط رجل على رجل في وش عبد الفتاح السيسي كانه بيقول له اعلى مفخرك اركبه. يعني الصوره دي ما تحصلش او المشهد ده ما يحصلش الا اذا كان الراجل ده ماسك على الراجل ده زله. على الرغم ان انا بكره عبد الفتاح السيسي الا ان الصوره دي وجعتني جدا، وجعتني لاني مصري، وجعتني لان في علم مصر موجود ورا الجنرال المهزأ، وجعتني لان عبد الفتاح السيسي المفروض بيمثل مصر. الصوره دي بتعبر عن حال مصر في عهد عبد الفتاح السيسي، بتعبر ازاي العسكر قزموا مصر وخلوها بين الامم او خلوها مسخه بين الامم لما يطلع رئيس وزراء اثيوبيا يهددنا وبعد كده يحط رجل على رجل في وش الراجل المهزأ. يا ريت بس كده ده عبد الفتاح السيسي بعد ما هزقه ابي احمد طالع بيشكره وبيبارك له للمره تقريبا الرابعه او الخامسه على جائزه نوبل. نتابع. سيد ابي احمد رئيس وزراء اثيوبيا، اسمحوا لي انني اتقدم اليه مره اخرى بالتهنئه على حصوله على جائزه نوبل للسلام، وهو اثبت حقيقه انه هو رجل سلام حقيقي. مع تداول هذه الصورة للسامج عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من السخط والغضب والسخرية على سلوك هذا المهزأ عبد الفتاح السيسي، منها صحفي عمرو خليفة بيقول رئيس وزراء حائز على جائزة نوبل للسلام هدد بحرب لو فرضت عليه الظروف بعد أن قالت تقارير من جهات ملمة بالموضوع أن مصر تنتوي تعطيل المشروع بطريق غير مباشر، يجلس أمام ضحكة بلهاء لكن لا ثم شعبك يا مصر. سلامة عبد الحميد بيقول ركز في الصورة، أبي أحمد يضع قدما على قدم ويبدي اهتماما مع ابتسامة باردة، سيسي ينظر إليه كشخص عادي منبهر بلقاء حائز لجائزة نوبل، وعلى وجهه تلك الضحكة العجيبة التي لا يمكن تصورها من حاكم في مقابلة مع حاكم هدد بلده بحشد الجنود للحرب قبل أيام فقط. الإعلامي مصطفى عاشور بيقول هذا ما يؤكد كلامي أن هناك اتفاق بين أثيوبيا ومصر وإسرائيل على قصة السد، لأنه من غير الممكن أن يكون هذا موقف رئيس دولة. لسه رئيس وزراء أثيوبيا مصرح له أن احنا جاهزين بحرب وضرب وقنابل، وبعدين الراجل حاطط الجزمة في وش السيسي والسيسي هيموت من الضحك. أمس في سوتشي حد عارف إيه اللي بيضحكه؟ محمود رفعت بيقول انحناء السيسي اليوم أمام رئيس وزراء أثيوبيا الذي استهزأ بمصر ولوح بالحرب عليها وماضي ببناء سد النهضة الذي سيهلك مصر شعبا وأرضا، يوجب محاكمة السيسي وفق قانون العقوبات أو قانون الجرائم، يعاقب عليه بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها. أخيرا أسامة جويش بيقول من قزم مصر وأضاع مياه نيلها وفرط في أرضها وأفقر أهلها وأسم شعبها لا يستحق إلا صورة مهينة كهذه. أبي أحمد بعد تهديده لمصر بالحرب يمدد قدميه في وجه السيسي الذي يضحك على إهانته كالعادة
تشعر ان عبد الفتاح السيسي شخص مريض نفسيا، يستمتع دائما ان الناس بتهينه، يستمتع دائما انه يكون في موضع سخرية. فيش مرة بيروح فيها عبد الفتاح السيسي في زيارة خارجية او حتى على الاقل بيطلع يتحدث مع الجمهور او حتى يتحدث مع رجالته غيره يتنظر العالم ويتنظر القاسي والداني بهذا السفاح المهزأ وهذا الجنرال المنقلب الذي اصبح تهزيئه واصبح اهانته رمز للثورات في العالم كله.